الجدي تكثر لديهم الاتصالات والتنقلات، ومنهم من ينضم إلى أضوية مكتبة أو يكثفون من المطالعة. الدلو تنصب أفكارهم حول أفضل السبل لكسب المال. الحوت هم أكثر المستفيدين فكريا وينجحون في إجراء اتصالاتهم العاجلة، ومنهم من يقوم برحلة. مشاهدينا الكرام، كانت هذه أبرز المجالات التي سوف تشغل كل منا حسب برجه من تأثير انتقال كوكب عطارد إلى برج الحوت المائي، والله أعلم. أرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة مهي للاستلام مشاركاتكم، وتواصلوا معنا مع أخبار الفلك على الفيسبوك. وعودة للمشاركات الهاتفية، نشوف مع الخط. ألو، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا، من وياي؟ أبو نور بغداد. أهلا وسهلا أبو نور، يا مواليد 10/3/1963. نعم أبو نور، أنت من مواليد برج الحوت، شنو سؤالك بالتحديد؟ والله على الأمل، على الصحة، على الحظ، أرقام الحظ. أرقامك 1 و7 و5، من ناحية الحظ تعتبر إنسان طبيعي متوازن. من ناحية الحظ نقدر نقول عليك طبيعي بصورة عامة. من ناحية العمل على طول السنة وضعك طبيعي أيضا مستقر، ما عندك فت فرص قوية حاليا، ولا أكو فت فرص مثلا لا سمح الله، وأكو أشياء العفو تأثر أو تعيق مجال عملك. الفرصة القوية أكثر شيء عندكم أنتم مواليد برج الحوت، حتكون تقريبا بنهاية شهر 11 وتقريبا أول أسبوعين من شهر 12 من هذه السنة. مثل ما ذكرت لك، المهم ماكو شيء يعطل عليك على يعني خلال هذه الفترة، يعني خلال السنة من ناحية العمل. من ناحية صحية، أنت بصورة خاصة انتبه إلى منطقة القدمين، أصابع القدمين، هاي المناطق اللي هي أكثر عرضة للإصابة من باقي مواليد الأبراج. أيضا وضعكم الصحي حاليا طبيعي مستقر، ما عندكم شيء يدعو للقلق. الشيء الوحيد اللي شوية يضغط عليكم أنتو مواليد برج الحوت تقريبا، هو بالنسبة للطلاب مجال الدراسة بصورة عامة، وبالنسبة للي يشتغلون أو كذا، هي أو أصحاب العوائل، وضع المالي عندكم صعب، صار تقريبا 5 أشهر هيك شيء، وراح يستمر لغاية نهاية شهر 7. يكون عندكم نفقات أكثر من ما يجيكم من مدخول، فبالتالي دي يضغط عليكم من ناحية مادية. فأي يعني أي مبلغ يوصل لكم لازم تحافظون عليه وتصرفوه في المكان الصحيح، في سبيل ما تضايقون ماديا، لأن مثل ما ذكرت لك راح يبقى هذا الوضع ضاغط لحد نهاية شهر 7. إن شاء الله أكون جاوبتك أبو نور. ناخذ اتصال هاتفي آخر. ألو، تفضل على الهواء. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا بيك، من وين؟ هذاك اخبار عن مثالك. انت على الهواء، تفضلي، من معي؟ اخت حفيظه. انا وسام. 2/7/1972. حفيظه اسمعيني من التليفون، من الهاتف. اوكي. على 10:30 صباحا. اوكي، شنو سؤالك حفيظه؟ الأمور الشخصية، المالية، الصحة. طيب أنت من مواليد برج السرطان، أرقام الحظ لك 1 و2. من ناحية صحية وضعك طبيعي بصورة عامة، ما عندكم شيء أنتم مواليد برج السرطان. بصورة عامة من ناحية صحية وضعكم مستقر على طول السنة إن شاء الله. انتبهي بوجه خاص لأمراض الدورة الدموية أو الأمراض الباطنية اللي هي مثل البنكرياس، المرارة، هذه الأمور، الكبد، هاي المناطق اللي هي أكثر عرضة للإصابة. مع ذلك مثل ما ذكرت ليش ما عندك شيء يدعو للقلق. من ناحية المال هذه السنة
بعد منتصف شهر سبعة وصاعدا حتبتدي عندكم سنة إيجابية، أنتم مواليد برج السرطان، سنة مالية تكون تحصلون على مكاسب مالية إيجابية تستمر وياكم لحد لغاية منتصف شهر آب أغسطس من عام 2015. الفترة الحالية فترة إيجابية لمواليد برج السرطان من ناحية متابعة قضية قضايا أو السفر البعيد أو إجراء اتصالاتكم العاجلة البعيدة إلى آخره. والفترة الحالية أيضا إيجابية، ممكن تحصلون على مبلغ من المال يكون على الأغلب من تركة أو توفير أو ادخار أو أي مبلغ له صلة بطرف ثاني. هذا الشيء يستمر وياكم إن شاء الله لغاية 5 أبريل نيسان من الشهر المقبل. إن شاء الله أكون رديت عليك حفيظة. مشاهدينا الكرام، نصل بكم الآن إلى أبرز المجالات التي تشغل كل منا حسب برجه، ونبدأ مع مواليد برج الحمل. يتراكم العمل لديكم وتجدون صعوبة في التفاهم مع أحد زملائكم، لا تهملوا صحتكم. من فجر الاثنين ينصب اهتمامكم حول علاقتكم بأحبائكم وشركائكم، تجنبوا مواجهة محتملة معهم. من ظهيرة الأربعاء تتاح الفرصة لمكسب مالي له صلة بشراكة أو تعويض صحتكم أو صحة قريب لكم بحاجة للرعاية. من مساء الجمعة تنشطون في مجال السفر والاتصالات البعيدة وتشعرون بارتياح مع أحبائكم، ويترقبكم نجاح في الدراسة أو متابعة قضية قضائية. الثور تجتازون بصورة عامة فترة أفضل نسبيا تدفع بكم إلى التقرب من أحبائكم والبحث عن قاسم مشترك يجمعكم بهم، لا تبالغوا في توقعاتكم منهم. من فجر الاثنين يتراكم العمل لديكم وتجدون صعوبة في إنجاز الكثير منه، تجنبوا الدخول في مواجهة مع أحد زملائكم. نظموا جدول غذائكم وخذوا قسطا كافيا من الراحة للمحافظة على صحتكم. من ظهيرة الأربعاء ينصب اهتمامكم حول تدعيم علاقتكم بشركائكم وأحبائكم. من مساء الجمعة تنشغلون في عادة تنظيم أموركم المالية، والفرصة متاحة لمكسب مالي من شراكة أو تعويض، انتبهوا إلى صحتكم. الجوزاء يتركز اهتمامكم حول ضبط أموركم البيتية والعقارية والبحث عن قاسم مشترك يجمعكم بأفراد العائلة. من فجر الاثنين تزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وقضاء وقت ممتع معهم، حاولوا تفهم متطلباتهم وحافظوا على صبركم أثناء التعامل مع أولادكم. من ظهيرة الأربعاء تنهمكون في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم، انتبهوا إلى صحتكم. من مساء الجمعة تعززون شراكتكم، الفترة جيدة لإتمام خطبة أو زفاف. السرطان تنشطون في مجال الدراسة والسفر والاتصالات، لا تحاولوا فرض وجهة نظركم على أخ أو جار. من فجر الاثنين تنشغلون في ضبط أموركم البيتية والعائلية، لا تحاولوا فرض وجهة نظركم على أحد أفراد العائلة، واحذروا النيران والأدوات الحادة. من ظهيرة الأربعاء تجتازون فترة أفضل نسبيا تدفع بكم إلى التقرب من أحبائكم، مع ذلك كونوا أكثر صبرا وتفهما لوجهة نظرهم وتجنبوا مواجهة محتملة. من مساء الجمعة تنجحون في إنجاز عملكم، الفترة مناسبة لمن يبحث عن عمل، لا تهملوا صحتكم. الأسد يدخل التعديل المطلوب على ميزانيتكم رغم وجود فرصة لمكسب مالي، إلا أن النفقات في تصاعد. من فجر الاثنين تكثر لديكم الاتصالات والتنقلات، كونوا أكثر يقظة على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة داخل المدن، تجنبوا الدخول إلى أماكن مجهولة لكم. من ظهيرة الأربعاء تنشغلون في إدخال تعديل على مسكنكم وعلاقتكم العائلية. من مساء الجمعة تدخلون فترة أفضل تقربكم من أشخاص قريبين من فؤادكم، لا يتخلى الحظ عنكم ماليا وعاطفيا، بوسعكم شراء ورقة يا نصيب. العذراء أنتم ممتلئون نشاطا وحيوية وقادرون على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها، مع ذلك اضبطوا أعصابكم أثناء التعامل مع الغير ولا تتركوا العصبية تدفع بكم إلى التصرف متهور. من فجر الاثنين يتركز اهتمامكم حول إدخال تعديل على ميزانيتكم، تجنبوا النفقات واحرصوا على مالكم من الضياع أو السرقة.
من ظهيرة الأربعاء تنجحون في مجال السفر والاتصالات، بوسعكم إيجاد قاسم مشترك يجمعكم بأخ أو جار. من مساء جمعة ينصب اهتمامكم حول تنظيم أموركم البيتية والعائلية، يميل أفراد العائلة إلى التعاون معكم. مواليد برج الميزان تجتازون فترة غير مريحة، تنال من صحتكم وأعصابكم، ضعوا سلم أولويات لعملكم الضروري وخذوا قسطا من الراحة من حين إلى آخر. من فجر الاثنين يتغير الوضع الصحي للأفضل وتكون لديكم القدرة على مواجهة مشاغلكم، مع ذلك لا تندفعوا في تصرفاتكم تجاه الغير. من ظهيرة الأربعاء تتاح الفرصة لمكسب مالي من عمل إضافي منكم من يعثر على حاجة مفقودة. من مساء جمعة تنجحون في الدراسة والسفر والاتصالات، الفترة مناسبة لاجتياز امتحان أو إجراء مقابلة وكذلك لشراء أو بيع سيارة. العقرب تلتقون أشخاصا ترتاحون إلى صحبتهم وتعززون علاقتكم بهم، لا تحاولوا فرض سيطرتكم على أحد الأصدقاء. من فجر الاثنين يسيطر التعب الشديد عليكم وينتاب بكم شعور بالملل في أي عمل تقومون به، انتبهوا إلى جدول غذائكم وخذوا قسطا كافيا من الراحة. من ظهيرة الأربعاء تستعيدون عافيتكم وتمتلئون نشاطا وحيوية وتنجحون في الدفع بمصالحكم. من مساء الجمعة تتاح الفرصة لمكسب مالي من عمل إضافي منكم من يعثر على حاجة مفقودة. القوس تتجه أنظاركم نحو عملكم وعلاقتكم بالمسؤولين، حاولوا إثبات جدارتكم لهم، تجنبوا الدخول في نقاش حاد معهم وحافظوا على سمعتكم. من فجر الاثنين تنشغلون اجتماعيا وكونوا أكثر تفهما لوجهة نظر صديق. من ظهيرة الأربعاء تشعرون بالتعب ينال منكم وتفتقدون نشاطكم المعهود، اخلدوا إلى الراحة. من مساء الجمعة أنتم أكثر نشاطا وحيوية وتنجحون في تحقيق خطوة جديدة ترفع من شأنكم. الجدي تكثر لديكم الاتصالات والتنقلات ومنكم من يقوم برحلة إلى مكان بعيد، كونوا أكثر وعيا على الطرقات. من فجر الاثنين حافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل ولا تعطوا فرصة للمسؤولين عنكم لانتقادكم. من ظهيرة الأربعاء تسعدون من لقاء الأصدقاء والأحباء ومنكم من يشارك في حفل أو مناسبة سعيدة. من مساء الجمعة انتبهوا إلى صحتكم، يتراكم العمل لديكم دون رغبة في إنجاز الكثير منه، اخلدوا إلى الراحة. الدلو تنشغلون في ضبط ميزانيتكم، تفحصوا حساباتكم المالية ذات الصلة بشراكة أو تعويض، انتبهوا إلى صحتكم. من فجر الاثنين كونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن، ابتعدوا عن أماكن مجهولة لكم ولا تتوقعوا الكثير من أحبائكم. من ظهيرة الأربعاء ينصب اهتمامكم حول عملكم وعلاقتكم بالمسؤولين، اثبتوا جدارتكم لهم وحافظوا على إنجازاتكم القائمة. من مساء الجمعة تنشطون اجتماعيا وتتعرفون على أصدقاء جدد وتلتقون أصدقاء قدامى وتقضون وقتا ممتع معهم. أخيرا مواليد الحوت ينصب اهتمامكم حول علاقتكم بأحبائكم وشركائكم، تجنبوا مواجهة محتملة معهم. من فجر الاثنين ادخلوا التعديل المطلوب على ميزانيتكم، كونوا حذرين في خطواتكم المالية خاصة تلك التي لها صلة بطرف آخر، قد يحصل خلاف حول مال يخص تركة أو شراكة. من ظهيرة الأربعاء تنشطون في مجال الدراسة والسفر والاتصالات، بوسعكم إجراء مقابلة أو اجتياز امتحان. من مساء الجمعة تتاح الفرصة لمن يبحث عن عمل ومن يعمل يدفع بمصالحه قدما. مشاهدينا الكرام، كانت هذه هي أبرز المجالات التي تشغل كل منها حسب برجه، والله أعلم. إلى هنا نأتي إلى ختام أخبار الفلك، ألتقيكم بإذن الله يوم الأربعاء المقبل، إلى اللقاء.